حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج ايتاج. انا كرار حباه فاصل قصير وبعدها منصه الفيسبوك، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك، وما لدينا في هذه المنصة من أخبار وأحداث وترندات قد تكون متداولة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك. موضوعنا الأول اللي هو فريق التواصل الحكومي يقول مدرستي أجمل تفتتح 13 مدرسة. مدرستي أجمل هي يعني حملة أطلقوها هذا الفريق، فريق التواصل الحكومي. أكد نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي أن يوم الخميس المقبل سيشهد افتتاح 13 مدرسة، 12 منها موزعة على جانبي الكرخي والرصافة في بغداد وواحدة في ديالة بعد تأهيلهما بشكل كامل. ضمن مبادرة مدرستي أجمل يذكر أن مبادرة مدرستي أجمل انطلقت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لتأهيل المدارس وجعلها دور للعلم بشكل لائق. واحدة من أهم الأشياء اللي لازم احنا نحافظ عليها هي المدارس، لأن هي فعلا دور للعلم، بيها نتعلم، بيها نبدي أول حروفنا، بيها نبدي نعرف نحكي ويا الناس بالمدارس. لذلك أتمنى أنه كل المدارس، كل التربيات، كل فروع الوزارة التربية أنه تواصل العمل بهذا الموضوع. هذا هو موضوعنا الأول في منصة الفيسبوك. موضوعنا الثاني هو شوية يعني ما أعرف، يقول لك وين المرور عنه؟ فعلا وين المرور عنه؟ يعني سيارة هي ما مخصصة لهذا الشيء زين، ولكن شوف الجاي يصير بها. خلينا نشوف الموضوع. الجو ليش تراب؟ هذا السبب التراب. الحمل ما مغطى، شايل تراب ويخرب هالشوارع. قد يسأل أحدهم ما المشكلة في هذا الفيديو؟ المشكلة أكو قوانين صارمة بخصوص هذا الموضوع. اللي يحمل هيك شغلات لازم يخلي غطاء، اللي احنا نسميه تشادر، تشادر لازم يخلي تشادر على مود ما تتطاير هذه الرمال ولا تتطاير الحصو وغيرها من الامور اللي تصير يعني بالشارع. لذلك لازم احنا نكون دقيقين بهذا الموضوع. انت ممكن هذا الرمل ممكن واحد يتقرب عليك يطش بطزه ينزل عليه، أو ممكن يسبب له حادث، ممكن ابو دراجه مش بصفه وطار الرمل او التراب على عينه انعدمت الرؤيه، ممكن يسبب له حادث. لذلك فعلا يقول معقوله ولا دوريه شافته؟ خلينا نشوف بعض التعليقات اللي كانت يعني متداوله بشكل كبير جدا على هذا الموضوع. يقول جلال ابو رضا الشمر الكوارث بهذا جلال خوي، هاي الاليف مالها داعي ترى، خلي ببالك الاليف مالها اي داعي. يقول بهذا البلد لا تعد ولا تحصى ولا تنتهي الى قيام الساعه. ماشي على راس ابو جلال الطيب. كمال الفيزيائي شنو اليوم؟ يقول اذا تريد تعرف الشخص عنده اخلاق ومتربي لولا خلي يسوق سيارة بالشارع، يعني مبين انت مو عراقي، يسوق سيارة بالشارع. هي الـ هي الـ هي الرياضة حب وطاعة واحترام، لو شو اسمه فن وذوق واخلاق، السياقة. يقول لك السياقة فن وذوق واخلاق، فهو اعتقد مقتبس الاخلاق من الـ السياقة فن وذوق واخلاق. والله اخوي مالت الله هي لا صارت فين ولا ذوق، روح كمان روح اخوي روح. يقول مصطفى دورية تشوف اللي ما لابس حزام فقط. هيجي شغلات صغيرة ما تشوف، هيجي هيجي ماشي ماشي بالصوف. اخر تعليق من اشهاب يقولوا اغلبهم يطلع في وقت ممنوع الشاحنات تسير في المدن. اكو اوقات مخصصه
لسير الشاحنات في المدن. الناس مرات يعني تطلع بغير هذه الأوقات. خلينا نشوف الفيديو اللي وراه. هنا الابن يترك الأب وحيدا رغم تقدمه في السن وغادر المكان بلا رحمته ولا إنسانية. إيه الموضوع بسيط، الموضوع بسيط، أروح للكاميرات مع المراقبة هذه اللي وين كانت مكانها وموقعها، يا الله بالخير سلام عليكم، فرغوا لهاي الكاميرات، أعرف منو الابن منو الأب، أروح له الشرطة المجتمعية، حماية الأسرة والطفل، مدري شي صحوا لهم، هاي هوايك اختصاصات، تعال بوي هذا تعد جريمة. طبعا بالبداية أخذ الأب وحطه في دار المسنين في مكان محترم وهذا، بس الابن تعال بوي تعال، هاي جريمة، أنا أعتبر أنا قانوني أعتبرها جريمة أريد. زين، لأن اللي يسوي هيجي هذا عاق، العاق يعني ممكن يجرم، ممكن يسوي جرم. تعال خوي تعال، السجون مليانة، تعال أنت ما راح تتأثر إذا حطك وياهم. فضت راحت. بسيط الموضوع، بسيط الموضوع، بدل ما نظل نحرق بقلوبنا ونتألم ونشوف هذا المنظر، أكيد عندنا شرطة مجتمعية، وزارة الداخلية يا أخويا سلام عليكم، الفيديو قدامكم تقدرون تعرفون من الأب من الابن وين المكان وين هذا. اللهم أني بلغت، اللهم فشيت، مكان والموضوع بسيط جدا بسيط. متفقين؟ حتى نروح الموضوع اللي وراه، متفقين؟ جزء متفقين. خلينا نشوف. يقول لك هيئة النزاهة، طبعا مكتب تحقيق ميسان، الحبس الشديد لمدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدود بميسان لاقترافه جريمة الرشوة. أفادت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان لتقاضيه مبلغ رشوة لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية. قبل لا أكمل الخبر بس شوفوا لي الرشوة على اليمين، لغرض تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية، يعني بشرفكم، يعني هاي ياخذ عليها رشوة؟ يموهيك جاء تضربون نفسكم، يموهيك الصوج بيكم، شنو يعني شنو الإنشائية والغذاء؟ شنو مخدرات؟ مخدرات لو أسلحة؟ مهيك أنتوا أعتقد جاي يضربون نفسكم لو أنا غلطان، لغرض تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية. خلينا نكمل الخبر. وكانت الهيئة قد أعلنت في 25 أيار الماضي تمكنها من القبض على مدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي متلبسا بالرشوة أثناء تسلمه مبلغ 1,000,000 دينار مقابل تسهيل دخول مواد ممنوعة. هسه 1,000,000 دينار ما ادري، زين هنا انشائيه وغذائيه، هنا جوا مواد ممنوعه، بالله الممنوعه يطبه طوب، الممنوعه يطبه طوب، وخلي شو يسوون بيه يسوون، بس لغرض تسهيل مواد انشائيه وغذائيه. ترى الموضوع يا اخوان، ترى الموضوع صعب، يعني شنو يعني شنو مواد غذائيه وانشائيه اخذ عليها الرشوه؟ شنو يعني؟ اكو شغله لازم ندقق وراها. ليش؟ واحنا طبعا خلي نطق طق بطق، البعض يقول
مرات حتى المخضر، الطماطم، البصل، الفواكه، ما ادري شنو هاي السوالف اللي تدخل من سوريا، تدخل من اي دوله. البعض يقول سواق التريلات ما يعبرون من السيطره اذا ما يطلع وينطي. فممكن هذا الموضوع نفسه، خل نفتهم زين شنو الانشائيه والغذائيه ما يفوتن الا برشوه؟ يعني شنو يا اخوي؟ اذا هيجي لازم التشيل شو اسمه كلهم بلمتهم، كلهم يا هيئة النزاهة في مكتب تحقيق ميسان، أتمنى بخويتهم كلهم شلع. زين بالمحمودية، من ميسان إلى المحمودية، يقول لك قيادة عمليات بغداد تزيل عدد من الكوفيات المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات والطرق العامة ضمن النهج الخدمي الذي تتبناه قيادة عمليات بغداد في تقديم الدعم والإسناد. البعض سيقول شنو بغداد؟ شو عليها بالم... تركوا وين ناس ما تعرف؟ والله تكون معلومة المحمودية قضاء تابع لبغداد لو لا، اكو وين ناس ما تعرف، فلا تستغرب قيادة عمليات بغداد. الذي تتبناه قيادة عمليات بغداد في تقديم الدعم والإسناد للكوادر دوائر البلدية في رفع وإزالة التجاوزات، نفذت قوة من فرقة المشاة 17 بالاشتراك مع مديرية بلدية قضاء المحمودية واجب رفع وإزالة الكوفيات بين كوتيشنين الجازينوهات المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات والطرق العامة، وذلك ضمن مناطق قضاء المحمودية. يعني مرات يقول لك يصير اكو تشويه للشوارع، تشويه للمتنزهات، يفتح وين ما يجي يفتح له كوفي على الرصيف لو بمنتزه لو ما اعرف شنو. فهذا الموضوع مو حلو، يعني انت راح تشوه المنظر الشارع شو اسمه. فشكرا لقياده عمليات بغداد لانها تعمل على ازاله كل هذه التجاوزات. من الكوفيات الى الدراجات وصدى الشاميه. الشاميه اعتقد هو قضاء في الديوانيه هيك شيء يمكن، الشاميه يقول لك دراجات مرورية جديدة وبفكرة مبتكرة تدخل إلى شمال العراق، ومن المحتمل يتم تعميمها على مديريات بغداد والمحافظات. أعتقد هو نوع من أنواع السكوتر، هذا الشيء أعتقد هو نوع من أنواع السكوتر. دراجات مرورية مبتكرة، واللي ناشرها صفحة صدى الشامية. مو عبالكم الشاميه، الشاميه الشاميه قضاء بالديوانيه. لذلك نتمنى والله، خلينا نشوف تجربتها، خلينا نجربها، خلينا نجربها. هاي واحده من اغرب الاشياء اللي ممكن تدخل، يعني خلينا نجربها. من الدراجات والسكوترات الى المهندس منار العبيدي باع الحمر. قبل اكثر من 6 أشهر قامت الدنيا ولم تقعد على استحواذ بنك أجنبي على ملف الحوالات، ولم تبقى قناة تلفزيونية وإعلامية إلا وتحدثت عن الموضوع، ونواب البرلمان يطالبون باستجواب البنك المركزي وتغيير الإدارات، وتم تغيير إحدى الإدارات المهمة للبنك. اليوم بعد مرور هذه الفترة ما الذي تغير؟ نعم، ما الذي تغير؟ نفس البنك استحوذ على أكثر من 40% من حجم التعاملات الخارجية. نفس البنك استحوذ على أكثر من 16% من كل القطاع المصرفي الخاص. نفس البنك استحوذ على أكثر من 30% من ودائع القطاع الخاص. نفس البنك استحوذ على أكثر من 50% من حوالات الويسترن يونيون في العراق. فما الذي حدث حتى يتناسى النواب والقنوات الإعلامية وخبراء الاقتصاد هذا الملف؟ نضعه أمام الرأي العام لعل البعض يفتتح تحقيق بهذا الموضوع والجهات المعنية، لأنه هذا الموضوع هو موضوع جدا خطر، موضوع العملات والفلوس. يعني بصراحة يا أخوان، اليوم احنا ما خلصنا، يعني ما كيفنا انه نخلص من موضوع الدولار،
والعملات وغيرها من الامور. طبعا لحد الان بعده شويه ها، بس وين مره وصل 170؟ لازم نبقى ندقق، لازم نبقى نراقب. يعني مو الموضوع مو سهل، الموضوع مو هين. خلي المهندس منار العبيدي يروح، خلي نشوف مركز الإعلام الرقمي يقول لك وصفت العملية بأنها سابقة نوعية. السعودية تعلن إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم لمريض عانى من فشل القلب. الروبوت، زراعة قلب في الروبوت، شيء غريب بصراحة. على العموم نتمنى أنه يتم نجاح هذه الفعالية حتى هواي ناس تتمكن من زراعة القلب. مشاهدينا الكرام، انتهت منصة الفيسبوك، فاصل قصير، ومنصة الانستغرام. خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا المشاهدين الكرام في منصة الانستغرام، وما لدينا ايضا في هذه المنصة من احداث وترندات. خلينا نشوف الفيديو الاول وبعدها نرجع نسولف. طلع على الفلوس، طلع الفلوس سيدي. شوف التصوير، هاي الورقة الدولار، شوفوا قدام الكاميرا، هاي بي اف 4-0-6-8-8-6-3-7. ثمانية 5-1-5-0-2-9. وهاي الأربعة. ما أعرف، وهذا الفيديو من محافظة ديالي، بس يعني ما أدري، جات فوق راسه جاي يصورون دخدور، روح المركز وفتحوا تحقيقه. حار بحار، حار بحار، الطق لا يبرد. هذا الفيديو من ديالي، بس اكو طفل ما ادري يتحدى على شيء، والله ما اعرف، خلينا نشوف، خلينا نشوف. يقول لك يا ريت يجيب ايش طبقي. طفل يقوم بركن السياره ويطلب من سائقي المركبات ان ينافسوه على ركنها. خلينا نشوف الفيديو. السلام عليكم عمي، يا ريت يجيب ايش طبقي. مو دولة شاغلة كيفاي، توا طالع ويطي علي. يلا هاي بوحدي، لا وقف لا بونا لا هاي، هاي لفت هيك نظر. يلا ها يالي جيبي ايش طبقي، عم طالبكم. يلا ها، خاصة ذاك الولد عم طالبنا على شنو؟ طالبنا على شنو؟ على هاي الطبقة؟ مخترع الباتشة نورس، شو تريد من نسل؟ مخترع الباتشة يعني شو مسوي؟ مخترع البامية يعني شو، شنو يعني ساعد طبق؟ يعني والله التليفون من يصير بيد الأطفال والله كارثة. يعني طبقة شنو يعني شنو؟ خلنا نفتهم الموضوع شنو. لذلك يعني إذا هو فعلا طابق هاي السيارة، لازم يعني أهله يحاسبوه على هذا الموضوع. يعني شنو شنو الوضع؟ طابق السيارة وجاي ويتحدى، يعني والله ما أدري، مشكلة مشكلة. ومرة واحد ياخذ السيارة ويروح يدخل بالأسواق داعم لما أدري إيش قد بالحلقة اللي مضت. وهسه واحد جايب تليفونه ويتحدى وطالبكم وما أدري وش طالبنا على شنو؟ ما تقول لي على شنو طالبنا، بس سؤال، على شنو طالبنا؟ أنت مثل ذولا اللي بالبصرة، يمكن جماعة اللي يشيتون بالمي المحافظات، يقول له طالبكم طق شلع،
جسر الجنود النجيبيه ما ادري شو اسمه. يا شنو هسه النهايه شنو؟ لازم الاهل تكون لهم رقابه على هذه المواضيع ضروري. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير وبعدها نستكمل فقراتنا ومواضيعنا. خليكم ويانا تحدي يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وعدنا بعد الفاصل. الامتحانات اللي كانت موجوده في الفتره الماضيه دائما ما تكون هنالك فيديوهات ولقطات عاطفيه جدا لنشاهد ابرزها والذي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. مديوني لك العمري مش ما انطي لك ما وافيك اعطيت انا ما تملك بعد الله رب نسميك بعد الله رب نسميك بعد الله رب نسميك يا والدي نبضي القلب انت النفس لبصر. احد الاباء من كركوك ينتظر بنته في اخر امتحانات السادس. القلق الذي يدب في قلوب الآباء والأمهات والأهل بصورة عامة أثناء فترة الامتحانات هو موضوع يعني بصراحة جربناه وعشناه بأيام وسنوات طويلة على مدى السنوات الدراسية. لذلك على الآباء وعفواً الطلاب أنه يراعون هذه المسألة، يراعون هذه المشاعر الجياشة لدى يعني والديهم، لأنه بصراحة أنت قد ما تكون يعني عارف بحجم الموضوع، ولكن هو بالعكس هو تلقاه قلق أكثر منك، هو تلقاه يتمنى لك النجاح أكثر منك ما أنت تتمنى لشخصك. لذلك لازم أنت يعني تستوعب هذا الموضوع. فيديو جميل من كركوك لأب عراقي، ويا ربي إن شاء الله تطلع بنته ناجحة. أيضا خلينا نشوف الفيديو الآخر. مغامر عبر من الجانب الآسيوي إلى الجانب الأوروبي في تركيا، وهي بالفعل قارتين، عبر قارتين، لأنه جسر البسفور هو الجسر الرابط، طبعا في اسطنبول، هو الرابط ما بين الجانب الآسيوي والجانب الأوروبي من تركيا. زين، شلون الكرخ والرصاف، وهم عندهم آسيا وأوروبا، هم يجمعون بين آسيا وأوروبا، ف هذا هو جسر البسفور. قرر هذا المغامر انه يعبر هذا الجسر على الصراط المستقيم، على الحبل، عباره على الحبل، يمشي على الحبل. موضوع جدا خطر. والله هو ممكن متخذ السيفتي كلها يعني، بس حتى واحد يمشي على الحبل واحنا نمشي بيك بالشارع نتعثر ونوقع، نبته تمشي على حبل وجسر البسفور يعني الجسر يعني ارتفاعه جدا شهق وطوله يعني جدا يعني كبير جدا. لذلك بصراحه يعني هذا المغامر هذا يمشي باشر عقبه يمشي، هذا انا اقول لكم يعني، لان بصراحه يعني الموضوع ده هو عابر لجسر سهل، باشر عقبه ما يعبر. خلينا نشوف ايضا شنو عندنا. مجله الكوكب يقول في انطاليا تركيا خلال هذا الوقت من كل عام يتم ترك السجاد المصنوع يدويا تحت أشعة الشمس للسماح لألوانه بأن تصبح أكثر هدوءا حتى تحاكي شكل السجاد العتيق وتعطي انطباع عن جودته. خلينا نشوف الفيديو. Thank you.
منظر جميل جدا في انطاليا، يعني كأنما هي لوحة فنية بصراحة. موضوع جدا جميل. يعني تركيا دائما هي تركيا يعني مشهورة بالسجاد، حالة حال إيران وبعض الدول، ولكن المنظر كان جدا مبهر. لذلك بعض التعليقات من نعيم يقول بس حط لك مخدة وبطانية وين ما تريد نام. والله انت جبتها من الأخير، بس حط لك مخدة وبطانية وين ما تريد نام، بس وبدون بطانية. بعد جو يخبل يا أخي نعيم. RT520D يقول تتعقم هاي سوالف أمي بس تشوف الشمس قوية، يلا نطلع نغسل وننشر. روح عدل اسمك. سيز فيرتينا، شنو هالاسم؟ سيسز فيرتي، والله اليوم اللي لفظه صح. سيسز فيرتي، بس سؤال وكو ايش اسم له هذا يعني مخليه هو هيك يعني. محمد لطيف شنو الوضع؟ قل لي اسمه، انت قل لي اسمه. يقول يعني شنو يجعله اكثر هدوءا؟ لانه بعد تحشيش مالته. وخره نورس، شيل لا ما سوى فيديو والله. يقول او تقول ام علي، ام علي تاكيد ام علي جاي قاعدك من النوم، تقول اصنعوا مخاد فد مره اصيحونا. يلا سهله معلاوي، صنعوا لك مخاد تدللين ان شاء الله، يصنعوا لك مخاد. هذا الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا لمنظر السجاد في انطاليا. خلينا نشوف الفلسطيني الذي يبكي. ويلك يا خال، ويلك يا خال، الله حلنا نازل. وحد الله يا اخوي، وحد الله خلاص، وحد الله يا اخي. طوله من طوله حسن، مش قادرين نطوله من قبل ما تيجوا انتوا، احنا مش قادرين نطوله والله. القصه القصه هذا كله حينزل حيدمر الدنيا. أعان الله كل الفلسطينيين، والله يكون بعونهم، ويا ربي. الله أخي مشكلة مشكلة، الله يكون بعونهم، لأن بصراحة الموضوع أصبح لا يطاق. لكن الله ينصرهم على الصهاينة، وإن شاء الله يصبرهم وترجع يعني مدنهم وبلدهم مثل قبل، لأن البعض قد يعتاد على مثل هذه المشاهد، ولكن هي بصراحة الاعتياد على هذه المشاهد هي قسوة، يعني هي قسوة في القلب. لذلك أتمنى من مجتمع، لا يا مجتمع الدولي، المجتمع الدولي ما أريد أحكي غير حكي، بس حتى العرب حتى الحكام يعني شو تريد تقول؟ يعني بالنهاية شو تريد تقول؟ يعني بالنهاية رب العالمين موجود وفوق الكل ويشوف. يعني شو تناشد حاكم عربي لو تناشد مجتمع دولي، لو تناشد يونايتد نيشنز، لو يونسيف، لو يونسكو، لو تناشد منه؟ يعني كلهم يباعون وساكتين. لذلك تدعو رب العالمين انه يفرج عنهم، تدعو رب العالمين انه ينصرهم. ما عدنا غير هذا الموضوع. يقول لك عبالكم انتوا العرك اللي يصير بين المرشحين وهذا بس بالعراق وبلدان العربيه؟ لا اخوي، مرشح لمنصب عمده مدينه ساو باولو البرازيليه يرمي منافسه بالكرسي اثناء مناظره تلفزيونيه، يعني شال الكرسي وطقه بي هيك يعني صارت بالكراسي. خلينا نشوف الفيديو. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem da pena. Não! Nossa, os comerciais, por favor. يا
بالمناسبة بريو دي جانيرو بالبرازيل وبكل مدن البرازيل تليفونك ما تقدر تطلعه حتى تخابر لأن راح ينخمط. هاي واحدة من المساوئ اللي موجودة بهاي الدول بس ما حد يذكرها. يعني البرازيل عبالكم هي الشغلة الوحيدة اللي سوى البرازيل طلعنا لاعبين طوبوا. غيرها تشيل تليفونك تخابر ينباق يروح. يعني اللي صار بكأس العالم اللي صار عندهم والأولمبيات اللي صارت عندهم شيء خيالي. السرقة في كل مكان بالبرازيل. هاي المواطنين فما بالك بالسياسي. يعني هو السياسي شنو؟ السياسي كان حرامي كان يبوك تليفونات صار سياسي. فلا حد يستغرب من هذا الموضوع. ترى كل دول العالم بيهيج بس احنا بالعراق من نشوف شيء اوه شنو هاي ما نرضى. على شنو ما ترضى؟ مشاهدين الكرام انتهت منصة الانستغرام. فاصل قصير ومنصة اكس خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدين الكرام في منصة اكس حيث الهاشتاغات المتداولة بشكل كبير جدا. والهاشتاغ الاول الذي لدينا في هذه المنصة هو يخص قانون تعديل الاحوال الشخصية. غرد الدكتور رائد حمدان المالكي يقول انهينا القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية ونستعد لتقديم الصيغة النهائية المعدلة لمقترح القانون للتصويت عليه قريبا. لا تغيير في جوهر مقترح القانون بمنح حرية الاختيار في الالتزام بالأحوال الشخصية حسب القانون النافذ أو وفقا لأحكام الشرع الإسلامي. النائب حسين السعبري يقول تعديل قانون الأحوال الشخصية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهي إقرار للحرية الشخصية للمكون الأكبر من هذا الشعب وتطبيق للمادة 41 من الدستور العراقي. هذه كانت تغريدة الدكتور حسين أو عفوا النائب حسين السعبري. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتواصل. تفضل سيدنا. سادة أعضاء اللجنة شكرا جزيلا لاهتمامكم وهذا القانون الحقيقي يعتبر من القوانين المهمة ونحن من الداعمين لهذا القانون. موضوعين أحب أذكرهن سيد الرئيس. موضوع اللي صار عليه لغط اللي هو السن القانوني للزواج. طبعا بالمناسبة أخوان الأعزاء النواب السن القانوني في القرآن ما موجود. الموضوع تكوين ولذلك تجدون في القرآن عدد من الآيات لما يبلغ الحلم يبلغ الرشد. إذن الموضوع مو موضوع سن موضوع تكوين موضوع إمكانية للزواج. ما حدد القرآن ما حدد السن لا 10 ولا 15 ولا الموضوع إمكانية تكوين يبلغ الرشد يبلغ الحلم آنستم من كل هذني يثبتن هذا الموضوع. الموضوع الآخر حقيقة احنا فعلا هنا نواب وجايين نشرع لكن لكل موضوع اكو ناس اختصاص. فالمدونة اليوم من يعدوها الناس المختصين القضائيين الفضلاء العلماء وراح تعد هذه المدونة مع ما يطابق القرآن والسنة النبوية. اتصور راح احنا المفروض نكون على ثقة ووعي انه هذه المدونة راح تكون من مصلحة جمهورنا وناسنا. تبقى هذا الموضوع اليوم هذا القانون الحقيقة هذا القانون تطبيق للمادة 41. أنا اليوم حطيت بالدستور مادة 41 تحكي عن الحرية الشخصية. إذا ليش لما توصل العملية إلى مكون وهو المكون الأغلب خلينا نكون صريحين خلينا نصارح ناسنا نصارح نوابنا إحنا المكون الأغلب. احنا اليوم نريد هاي الحرية الشخصية. انا جعفري ومن حقي انت ثبتت لي في الدستور وصوتت على الدستور المادة 41 اعطيتني هاي الحرية جي. انا اليوم من اجي اتزوج واطلق واخذ الميراث على مذهبي شنو الضير؟ ليش هذا يعني اللغط هذا؟ ايضا لدينا في منصة اكس مصطفى عواد. شو تريد مصطفى؟ شو تريد؟ يعني انت محلل انت سياسي انت شنو؟ لا اريدك ضد القانون ولا اريدك ويا القانون اريدك تقطع الموضوع.
قلم عراقي يقول قد يعتقد أن الهجمة التي يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية هي هجمة علمانية فحسب، ولكن الواضح أنه استهداف طائفي وسياسي بامتياز، مخافة أن يتمكن الشيعة من إقرار قوانين تتناسب وعقيدتهم. وعليه تترتب ملحوظتين، أولهما أن الشيعة أغلبية، وثانيهما أنها فاتحة لتمرير أي قانون بعد إقرار عيد الغدير. هذه كانت تغريدة من قلم عراقي في هاشتاغ قانون الأحوال الشخصية. جمعة المالكي يقول إذا أكو حقوق مضمونة للمرأة فهي في قانون الأحوال الشخصية، وهل تتصورون نساؤنا وبناتنا رخيصات علينا حتى نحجم دورهن ونأخذ حقوقهن؟ كلا، هذا غير موجود، ومهما كان دور الرجل في مجتمعنا ولكن لا أحدا يؤذي المرأة، نساؤنا مدللات محميات، ولكن ابحثوا أين حصل نكاح الجهاد ستعرفون هناك من هم الرجال. هذا صاروخ خارج جو. خيت شو السالفة استاذ جمعة، انت مدمر الوضعية. خلي نشوف شنو عندنا ايضا. ايمن محمد يقول تعديل قانون الاحوال الشخصية يعني ابناء العراق يريدون ان يكون كلام الله والرسول وآل البيت عليهم السلام هي قانون حياتهم بدلا من الفكر والثقافة الغربية المنحطة التي تنتج الشذوذ الجنسي والفجور وتدمير الأسرة. هذه هي كانت تغريدة أيمن. مشاهدين الكرام، انتهت منصة إكس. فاصل قصير والفقرة اللي بعدها، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا المشاهدين الكرام في قصة الحدث، وموضوع قصة الحدث اللي هو الترند اللي منتشر بصورة كبيرة جدا في الأيام اللي مضت. هديل خالد والملقبة بأم اللول لقوا عندها جهاز تليفون بالسجن. الموضوع شلون بدأ؟ بدأ الموضوع من تصريح لأحد الشخصيات المحترمة اللي ظهر في قناة الأيام الفضائية. خلينا نشوف التصريح وبعدها نسولف. أنا راح أعطيك يعني اعتبرها هي مو قنبلة بس وصلتنا هاي المعلومة. زين. الراقصة أم لول. أم لول. إذا عندك رقمها هسه تتصل بها تجاوبك. هسه إذا تتصل بأم لول. رقمها ما عندي. يعني هسه إذا تتصل بأم لول. زين. موجودة موبايلها آيفون. وأم اللول تستخدم هذا الجهاز وأخذ منها يوم واحد قلبت الدنيا عليهم بالسجن ورجعوا لها. فإحنا أيضا نطالب تليفونها موجود عندها داخل السجن، تليفونها آيفون، خلي تتحقق وزارة العدل القريبين من السجون ويشوفون هذا الكلام سليم أو غير سليم. منو بظهرها؟ منو بظهرها أخي؟ لدينا الدولة العراقية، مؤسسات الدولة تعاني من الفساد الإداري والمالي، وهذا احد اطرافه اللي هي موضوعة وزارة العدل. علي، ام اللول بس تليفونها عندها لو بقية الخدمات الفي اي بي فندق خمس نجوم متوفره؟ والله بعد هي ام اللول وايدها مبسوطه تونس الجميع يعني اعتقد بالسجن اكيد راح تسوي لهم اجواء جميله، والسجن بدال ما يكون مكان هذا. شلون تونس الجميع وهي بالسجن؟ شنو الاجواء الجميله يعني بالموبايل؟ في التور زهير راحت على ام اللول، وهاي ام اللول جهازها موجود ومنسى الجميع. يعني ام اللول تحت الانظار تحت المجهر، شلون من الممكن واحد يعني برشوه بسيطه ممكن مثلا يودي لها تليفون ويجازف في مجازفه؟ هاي ملول علاقه السياسه والراقصه او الراقصه والطبال، هاي علاقه ازليه ما دام اكو فلوس واكو متعه زين واكو هز ورقص. ها اي والله دعتك هذا الهز داخل السجون. اي داخل السجون الهز، فيمتع الجميع وبفلوس قويه. بدايه التصريح بدايه الكلام يقول المقدم، يقول اذا عندك رقم اتصل. قال له مين الرقم؟ صدق تشيلته داو يعني ميله ورطته للزلمه، ورطته للرجال، ميله رقمه يعني هو. يقول اذا عندك رقم خابرها. المهم هذا كان التصريح
اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. بعدها محامي المدعو أم اللول الأستاذ طارق الشرع يقول أخبار شبه مؤكدة تنبأ تعرض موكلتنا المدعو هديل خالد أم اللول إلى الضرب المبرح واعتداء مدمي يحتمل مفارقتها الحياة داخل السجن من قبل مجهولين، ولم يتسنى لنا معرفة تفاصيل الحادث وحقيقته. وأكمل لذا نطالب معاليكم بالكشف عن مصيرها أمام الرأي العام وأمام مكتبنا بغية اتخاذ ما يلزم قانونا، ولا سيما إن موعد مرافعتها بأواخر الأسبوعين القادمين. هاي التغريدة وضعها طارق الشرع، الأستاذ طارق الشرع محامي المدعوة أم اللول. وكالة الأنباء العراقية، الوكالة الرسمية للدولة، نشرت هذا الخبر. يقول أصدرت وزارة العدل بيانا حول السجينة هديل خالد المعروفة بأم اللول، وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع إن دائرة الإصلاح العراقية اطلعت على مناشدة المحامي طارق الشرع وكيل النزيلة هديل خالد المعروفة بأم اللول بخصوص تعرضها إلى اعتداء داخل القسم الإصلاحي. نود أن نبين بورود معلومات للدائرة تفيد بإدخال هاتف آيفون برو ماكس إلى النزيلة، والذي يعتبر مخالفة قانونية وخرق أمني. وهذا هو ليش أريد الهاتف، هذا هو الهاتف اللي كان على يعني اللي كانت عليه المشكلة اللي كان بيد أم اللول، هذا هو الهاتف. وأضافت إنه على أثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع واستطاعت ضبط الهاتف، وقد امتنعت عن تسليم الجهاز وقامت بإحداث فوضى وصراخ على اللجنة المختصة، وقامت بكسر هاتفها كما أدناه صورة من الهاتف المضبوط، وقامت بجرح يدها بشكل خفيف لغرض إحداث فوضى، مبينة إن النزيلة بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر أو تعدي على حياتها كما أشيع. هذا البيان نزلته يعني دائرة الإصلاح أو وزارة العدل، ونشر بالصفحة الرسمية لوكالة الأنباء العراقية واع. يلا يرجع طارق الشرع يقول لا تعليق، ولكن أعتقد هناك كاميرات مراقبة، فمن السهل عرض الحادثة ومعرفة ملابساته. هذا هو رجع طارق الشرع هيك قال. طبعا احنا تواصلنا، طبعا وزارة العدل ايضا يقول زيارة معالي وزير العدل دكتور خالد شواني المفاجئة لسجون العدالة في الكاظمية، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بالنزلاء للاستماع الى شكواهم، ووجه معالي خلال الزيارة اعفاء، اولا اعفاء المعاون الفني ومسؤول شعبة الشؤون الداخلية من مناصبهم في سجن العدالة 2 بسبب تقصيرهم في اداء واجباتهم خلال ايام العطل مما اثر على سير العمل. 2 متابعة إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون وفقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، مع تأكيد الوزير على الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خلينا نشوف الفيديو. لابد أن نشير في نهاية فقرة قصة الحدث إلى موضوع مهم. قناة الأيام تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة لإعطائه كفالة حق الرد،
ولكن لم يستجيب وامتنع عن الظهور بشكل يعني مبالغ به. لذلك حق الرد كان مكفول لكم. أم اللول مدخلي لها تليفون وصايرة مشكلة وصايرة دماية وصايرة عركة، لذلك وطبعا واع نشرتها الوكالة الرسمية مال الدولة، لذلك كان من الممكن أنه تظهر وتسولف لنا عن حيثيات الموضوع، شنو اللي منو اللي دخل لها التليفون. بالمناسبة التليفون يدخل عادي، خلي ببالكم أكو هواية التليفون عندهم، بس تفاصيل وحيثيات الموضوع، الدم هذا شنو، منو انجرح، منو مات، منو صار بي شيء. لذلك كان من المفترض أنه تطلع وتوضح. احنا صح سلطة رابعة، احنا صح سلطة، بس سلطة رابعة يعني احنا مو سلطة عليك بسلاح، احنا سلطة رابعة نطلع يعني نكشف الملابسات، نخلي الناس بالصورة دائما. كان من المفترض انه تطلع وتوضح شنو قضية ام اللول، ام اللول اللي صارت ترند العراق، اللي صعدوا تفاهات ما تسوى انه تصعد. تصور احنا حاليا في قناة فضائية وفي العراق بشكل يعني مبالغ به، خصوصا في السوشيال ميديا نناقش يا موضوع ام اللول يا موضوع ام اللول. ترى الموضوع صار لو عليها شيء تسجنوها، لو ما عندها شيء تطلعوها وتفضونه، كافي مو يومية. على العموم وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام من برنامج إيتاك، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في أمان الله.